بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، معكم الدكتور ظافر كمال من البحرين. أنا استشاري أول جراحة الأوعية الدموية والعلاج بالقسطرة. حبيت أتكلم اليوم عن موضوع تصلب الشرايين الطرفية أو انسداد الشرايين الطرفية. في كثير ناس يصيبها هاي النوع من الأمراض، ويؤدي في النهاية إذا لم يعالج إلى بتر الأصابع أو الساق لا سمح الله. فهناك عدة طرق للوقاية من هذه الأمراض. طبعا أهم شيء أن الإنسان يتغذى غذاء صحيح وغذاء صحي، ولا يكثر من الأكل، ويحافظ على الوزن الطبيعي، بالإضافة إلى ممارسة الرياضة بشكل مستمر وبشكل يومي إن أمكن، حوالي نصف ساعة إلى 45 دقيقة يوميا، بالإضافة إلى الامتناع تماما عن التدخين. التدخين من أسوأ العوامل المؤدية إلى تصلب الشرايين الطرفية. طبعاً هاي النوع من الأمراض يكون منتشر في كبار السن وفي مرضى السكر والضغط والكوليسترول ومرضى القلب ومرضى الفشل الكلوي. فاللي يعني الله سبحانه وتعالى ابتلاه بهذه النوع من الأمراض لازم يسيطر على المرض، لازم يسيطر على مستوى السكر ويأخذ أدويته، وكذلك الحال بالنسبة لارتفاع ضغط الدم والكوليسترول. فلازم واحد يسيطر على هذه العوامل قد ما يقدر عشان يأجل من ظهور هاي النوع من الأمراض. طبعا هاي النوع من الأمراض إذا ظهر لا قدر الله بيكون في بدايته يكون في هناك آلام في الساق، وتحدث هذه الآلام بالذات عند المشي، وعند المشي السريع وعند المشي على المرتفعات بمسافة معينة، وعندما يقف الإنسان يوقف يعني يتوقف عن المشي تذهب هذه الآلام وتعود مرة أخرى لما يعاود المشي. فهذه من الأعراض. هناك أعراض أخرى اللي هي تغير في اللون الطرف مثل القدم أو الأصابع، إذا تحول إلى اللون الأسود ممكن يكون غنغرينا لا سمح الله، أو ممكن حتى تحدث هناك تقرحات في الجلد. هذه كلها أعراض تصلب الشرايين الطرفية أو انسدادات الشرايين الطرفية. لو أي من هذه الأعراض لا سمح الله حدثت للمريض، يجب عليه المبادرة بسرعة إلى الذهاب إلى استشاري الأوعية الدموية، وذلك للتشخيص والعلاج بأسرع وقت لإنقاذ الطرف والسيطرة على الوضع الصحي للمريض. وأتمنى أن تكون النصيحة وافية وقصيرة، وسامحوني إذا طولت عليكم، وشكرا جزيلا.